احنا كل سنه عم نكبر اكثر واكثر، صرنا عم نصير عائله حول المهرجان. يعني هذا المهرجان اللي اسسه بيير صراف ونديم ثابت بشركه نيقة بيروت، كان اسمه نيقة بيروت، ولد في لبنان، صار اسمه ليبانيز فيلم فيستيفال، وعم بتديره شركه باندا بار برودكسيون. والسنه باندا بار برودكسيون اللي بتترأسها كارول مزهر عملت مع المهرجان يلي هي بتترأسه وفا حلاوي لمهرجان الفيلم اللبناني، كارول مزهر عملت ريزيدانس ديكريتور، ورش عمل بدار القمر لتحمس العالم يصوروا افلامهم بلبنان بمنطقه هالقد خضراء، وعكست شوي اللي بيصير عاده انه مش لبنانيين عم بيروحوا على اوروبا ليتعلموا، اوروبيات اجوا يعملوا ورش عمل ويلتقوا بمنتجين لبنانيه ليطوروا مشروع فيلمهم، لانه المهرجان مظبوط انه هو منصه لنفرج الافلام اللبنانيه لاخراجها لبناني او انتاجها لبناني او تصورت بلبنان، بس فكرت كارول مزهر انه ما بيكفي هالشيء، انه فيلم هو بروسس طويل، بدك تكتب سيناريو، بدك تلاقي مصاري، تلاقي منتج، فمشان هيك نعمل هالشيء. والجديد انه وفا حلاوي وكارول مزهر حبوا يسلطوا الضوء على المراه السنه، وهيدا الشيء مش ليستثني الرجال، لانه الرجال لنا شريك، بس مزبوط انه المراه غايبه خاصه من القرار السياسي بالبلد. والمهرجان الفيلم اللبناني الحلو فيه انه بيعكس عن جد شو نحن، وفي افلام كمان منا ابدا سياسيه، هي فيها تحكي عن الحب، عن مشاكل بين 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 كوبل يعني، وعن الجمال كمان، او مواضيع تانية ما خاصه بمشاكل لبنانيه ابدا. انا كثير انبسطت انه لانه بعرف انه انا جوا وعن جد ما بينقوا الا الافلام اللي عن جد بدهم اياها، وهي بس انه اهميه منير ابو دبس اللي عمله للمسرح بلبنان، انه اسس اول مدرسه مسرح بلبنان، واسس بتيلي ليبان اول ديبارتمون مسرح. العروض تقريبا الساعة 6 والساعة 8 كل هالجمعة ببيروت سوكس من تنين للجمعة، وعنا افتتاح مع نادين لبكي الليلة، والاختتام مع هاني سرور يلي هي لبنانية عربية، أول عربية بتكون بكان بال 1974 بفيلما ساعة التحرير دقت. صرنا تقريبا سنة ونص عم نشتغل تيوصل المهرجان، وفي فريق كتير كبير أكيد اشتغل، بس الهدف المهرجان الفيلم اللبناني هو من سنة 2001 لليوم انه يفرج الافلام اللبنانية ويقدم هيدي البلاتفورم لينعرضوا الافلام اللبنانية، وللمخرجين والمخرجات يتعرفوا على الجمهور تبعهم، يتعرفوا على بعض بين بعض بهيدي المهنة. وهدفنا هو انه بعده نفس الشيء، انه نكرم كل هالتالنت اللي عنا اياه بلبنان. هي اكشلي هالمغامرة تحديدا فاتت فيها كارول مزهر ماي كوليج. كارول هي اللي قررت انه كثير مهم تنعمل هيدي الورشه. ليه؟ لانه تيكون عندنا افلام عم تنجح لازم يكون عندنا سيناريو ناجح. فنحن لانه عم نعمل تحيه بالمهرجان هالسنه للنساء بالسينما اللبنانيه، حبينا نعمل كولابوريشن مع فيلم فام فرانكوفون ميديتيراني اللي هي هيدي الورشه العمل. صراحه هالسنه كان شوي صعب لانه كان في 400 فيلم متقدم. اللجنة اللي اختارت الأفلام هي مكونة من نديم ثابت، وسام شرف، وسارة قصقص، ونقوا الأفلام اللي حتنعرض بالمهرجان. في 53 فيلم أو كومبيتيسيون. المهرجان بيتطور مع الأفلام، يعني كل ما الأفلام عم بتصير أحسن وعم بتروح على مهرجانات برا، وكل ما السينما اللبنانية عم تكبر كل ما المهرجان عم بيكبر، هذا الشيء طبيعي. ونحن اللي بنقدر نقدمه، بتمنى انه دائما نقدر نقدمه، اللي هو هيدي البلاتفورم لنحط كل هالافلام مع بعض وينعرضوا ات هوم، الجمهور والمخرجين يكون عندهم هيدا الكونتاكت مع بعض، وهذا الشيء كثير كثير حلو بالسينما. كمان بتمنى انه I'm very grateful لأنه هالسنة عن جد عنا كتير دعم من كذا سبونسر وكذا بارتنر، خصوصا لأنه هديك السنة تقريبا ما انعمل المهرجان لأنه ما كان في دعم كفاية. هالسنة في دعم كفاية، وكل ما كان في دعم أكتر كل ما نحنا بنقدر نقدم أشياء لهالمخرجين وهالمخرجات. أول شيء تحضروا أفلام، تاني شيء إذا بتحبوا عملوا أفلام، تالت شيء اتصلوا فينا على فيلم فري واي على فيسبوك على الويب سايت، ونحن هون كلنا سوا. أول شيء أنا بحب أقول إنه هذا المهرجان أنا اشتغلت فيه شخصياً بسنة 2012-2014، وكثير كثير مبسوطة إنه أشوفه هالقد عم يكبر وهالقد عم بيصير عم يتحسن. الشغل اللي عم بيصير والأفلام اللي عم توصلنا صايرة عم توصل بشكل هائل، نحن يعني عن جد كثير فخورين بالبرودكشن اللبنانية للأفلام اللي عم بتصير عنا.
وكثير كمان فخوره انه كنت مشتركه معه بالبروجرام اللي انا عم نظمه ان باراليل اللي هو الورك شوب اللي كتبت السيناريو اف 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 ميد. نحن عن جد بنضل عم نشجع السينما قد ما فينا بالطريقه اللي فينا على النطاق اللي فينا نشتغل عليه. اول شيء النتائج كان فوق اللي انا متوقعتها، كثير كثير مبسوطين. هذا الورك شوب حبينا نخصصه للنساء اللي بيحكوا فرنساوي بمنطقه البحر الابيض المتوسط. هذا الورك شوب خلص اليوم ونحن كثير كثير مبسوطين لان جمعنا قدرنا نجمع 6 مشتركات عم يشتغلوا مع مستشارين اللي هن وسام شرف، دارين حوتيت وايزابيل فوفيل. اللي عم بيصير اللي عم نشوفه انه عاده المخرجين اللبنانيين عم بيروحوا لبرا يقدروا يشتغلوا على هيك وركشوبس، نحن اللي عم بيصير معنا انه قلبنا الاشياء، عم فينا نلبي لهم طموحاتهم قد ما نحن فينا، نحن جمعنا كل المنطقه حول طاوله واحده، يعني فيها تكون مواضيع هويه، هجره، تناقض شخصي، في كثير مواضيع عم تنطرح على الطاوله، وهيدا شيء كمان كثير مهم نقدر نشوفه من وجهه نظر النساء، هيدا كمان اللي عم نحب نحطه نعرف عنه ونحكي عنه اكثر، مش تنقول نحن عم نحرض نساء ضد الرجال ابدا، بس تنقدر نفتح حوار اكثر معهم ونفتح مجال للقاءات وللكتابه سوا وللتعاون سوا.